بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بيرجي نيشن مشتقة من البيج، وده بلجن أو كومبوننت جميل أحيانا بنشوفه كتير، من ضمنها السيرش بتاع جوجل، بنشوف بريفيا في السونيكست والصفحات ديت. احنا هنحاول إن شاء الله بإذن الله نحاكي البيج ديت أو قائمة الصفحات ديت شوية. طيب اللي احنا محتاجينه ببساطة في الأول خالص، محتاجين يو ال. اليو ال ده يا جماعه هياخد كلاس، الكلاس هيبقى فيرجينيشن، نفس الاسم اللي احنا كنا بنتكلم عنه من شويه. طيب هياخد حاجتين اتنين، هياخد رول اتريبيوت القيمه بتاعتها نافيجيشن ات كيور دات عشان هو يشتغل يا جماعه، وهياخد حاجه اسمها اريا اتريبيوت تاني اريا اسمها اريا ليبل، وهتاخد نفس القيمه بتاعت اسم الكومبوننت ده اللي هي فيرجينيشن لو انا كنت عامل لها سبيلنج صح. تمام اوكي، كده انا جاهز علشان ابتدي ادرج العناصر بتاعي. وفي ادراج العناصر بتاعي بدرجها بوسم ال اي عادي، وطبعا العناصر بتكون عباره عن لينكات. اللينكات هتاخد اتش سورسات اتش ريفرنس بيساوي، انا هربط بالمربع بالهاش دلوقتي، وهتشغلني خاصية تانية هي يا جماعة اللي كانت موجودة فوق من شوية اللي هي عبارة عن area label. المفروض أدي لها قيمة، قيمة بتكون رقم الصفحة وبكلمة بيج وبعدين الصفحة. يعني لو أنا كنت مثلا هبتدي بيج واحد هكتب هنا واحد، تمام، هعمل كنترول دي، خلونا نخليهم مثلا أربع صفحات. لو أنا هخلي ديت مثلا بيج اتنين، وأخلي اللي بعد منها بيج تلاتة، ثم اللي بعد منها بيج أربعة، ماشي كده أنا معايا أربع صفحات. لو أنا رحت عملت ريفرش للقصة بتاعتي هلاقي إني أدي الأربع صفحات بتوعي، والكلام ده كله مربوط بمربعات، هو مش لينكات، هو بس مجرد قاعدة ربط كده. تقول لي طيب ماشي أوكي، أنا عايز العنصر اللي أنا واقف عليه أدي له الكلاس مميز. يعني لو أنا كنت واقف على عنصر واحد، فأنت لو واقف على عنصر معين بياخد الكلاس اللي اسمه كرنت، وساعتها أنت ما بتبقاش محتاج أنت تربط، يعني مش بتبقى محتاج الوسم انكر خالص في العنصر اللي انت واقف عليه. القصه ديت بتتمنتج عليها باكواد الجافا يعني، تمام، فانت مش بتبقى محتاج اساسا اتش ريفرنس، مش محتاج ايه مقاما اساسا، انت بتحتاج كلاس سبق ان احنا اتكلمنا عنه قبل كده اسمه كرم. لو انا عملت كنترول اس وعملت ريفرش هلاقي ان الكلاس اللي انا واقف عليه مش لينك بس ديت الصفحه اخذت التقصير اللون الازرق ده الكلاس كرنت يا جماعه. طيب علشان تبتدي تدرج الكلمه بتاعت بريفيوس، فانت طبعا ديت هتدرجها اول عنصر ال اي، لانها طبعا بريفيوس اول واحده، اول كلمه راح تتحط يعني، تمام اوكي. في البريفيوس ديت يا جماعه انت مش هتشغلها كلينك يعني، تمام فاهمني. طيب اوكي، علشان تشغلها كبريفيوس بتحتاج، مش بتحتاج ايه، لاني مش هتعتبر لينك. ليه؟ لاني انا واقف على عنصر واحد، فما فيش قبل من الواحد حاجه، فاهمني. الكلام ده برضو بيتمنتج عليه باكواد الجافا، احنا بس بنحاول ندي الجانب بتاع هو بيشتغل ازاي وشويه الخصائص اللي فيه يعني. تمام، هتاخد الكلاس اللي اسمه بريفيوس باجينيشن او باجينيشن بريفيوس ايفن بريفيوس. وطبعا لاني انا واقف عليها فهعدلها المفروض. ماشي، انا هعمل كنترول لسه عشان نشوف الامر اللي مش منطقي في القصه. ماشي، انها باجينيشن هايفن، انها باجينيشن هايفن بريفيوس. ماشي باجينيشن بريفيوس، المفروض انها تاخد الكلاس، تاخد disabled، تاخد disabled علشان انها تبقى مش متنشطة او مش شغالة يعني ديت هي عشان ما فيش حاجة قبل منها اقصد يعني. ماشي، ده بالنسبة للبريفيوس. نفس السيناريو ده بالظبط لو انت كنت عايز تعمله للنكست، لو انت كان عندك اخر حاجة، فمش هتبقى طبعا باجينيشن بريفيوس، هتبقى باجينيشن نكست، وطبعا مش هتبقى disabled. وللاسف هو المشكله ان انت في الحاله ديت هتبقى مشغل النكست ديت يا جماعه، هتبقى لينك يعني، هتعتبر شغاله لان انت مش واقف على حاجه
مش واقف على اول واحده، انت يعني اقصد انت واقف على اول واحده فمش واقف على اخر واحده، فالنكست بتبقى معاك شغاله يعني، فانت هتربطها بشكل عادي جدا وهتديلها الليبل بتاعها بانها تبقى نكست. تمام، يعني دي هتاخد الاتش ريفرنس، ولنفرض برضه هنديلها مربع وهنديلها الاريا ليبل بانها تاخد القيمه ايه، تاخد القيمه بتاعت نكست بيش زي ما كانت اللي فوق كانت بريفيوس. دي هتاخد الكلاس جنريشن نكست عشان الستايل بتاع السهمين، والنكست بيش ده اللي هيشغلها في الجافا سكريبت ان شاء الله باذن الله اذا ربنا يسر، وحاولنا نتكلم عن النقط دي فتلاقي كده النكست شغال معاك. المفروض هو طبعا لو انت كودته صحيح يخلي لك النكست تجيب لك الصفحه الثانيه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.